تكتل نقابي لإنقاذ مصفات سمير يندد بتصريحات لوزيرة الانتقال الطاقي تنتقد كثرة الحديث عن المحروقات. طالب تكتل نقابي يدافع عن محطة سمير لتكرير البترول ومقرها بالمحمدية بإعفاء ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بسبب ما يقول إنه ضعف في أدائها في تدبير القضية الطاقية للمغرب. ودعا التكتل الذي يطلق على نفسه الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفات المغربية للبترول سمير في بلاغ إلى معالجة المسألة الطاقية للمغرب وفق مقاربة شمولية تضمن الأمن الطاقي أولا وأخيرا في ظل المزيج الطاقي الحالي، البترول 54% والفحم 35% والغاز 1%، الطاقة المتجددة والكهرباء المتبادلة 10%. وقالت الجبهة التي تسعى إلى إعادة تشغيل المصفات إن الوزيرة هاجمت قضية سمير والمحروقات في اجتماع لجنة البيانات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة يوم الأربعاء 7 يونيو، حيث اعتبرت بأن أعداء المملكة يستفيدون من كثرة الحديث عن قضية المحروقات سمير.